نعم متابعينا الكرام، على منصات نون بوست نعود إلى الدكتور وسام الدين العقلة، الدكتور في القانون الدولي، وهو الباحث والأكاديمي الخبير بالشأن التركي. دكتور، دكتور وسام، في البداية لو نطلع على نتيجة الانتخابات التركية في الخارج، يبدو أن أردوغان إلى الآن متقدم بها بنسبة 56.4% و40 فاصل يعني 40% لكمال كيلوجدار أوغرو. طبعا الأصوات التي فرزت هي نسبة ضئيلة إلى الآن، ما 16% فقط ما فرز من الأصوات. الناخبون في الخارج تعدادهم 1,700,000. أكبر جالية تركية في العالم تواجد في ألمانيا، إلى الآن التصويت فيها 65.8% لرجب طيب أردوغان، بينما كمال كيلوجدار أوغلو 32%. في البداية، هل يمكن أن تؤثر هذه النتيجة أو الأصوات الباقية في الخارج على نتيجة الانتخابات دكتور وسام؟ طبعا لا شك، يعني نحن الآن تقريبا حوالي 88% من إجمالي الأصوات التي تم فرزها، إذا ونسبة الرئيس رجب طيب أردوغان تقريبا 50.01، يعني إذا الآن نزل إلى 49.7. ها 49. السيناريو الأكثر احتمالا هو الذهاب إلى الجولة ثانية من الانتخابات، وهذه الجولة ربما ستكون حاسمة بشكل أكبر للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وربما ستحدث يعني نتائج أخرى لا نعلم حتى الآن، ولكن بالتأكيد هناك معطيات جديدة ما بعد هذه الجولة. حتى الآن القرار ليس نهائي، ربما تغير باقي الصناديق نسبة الرئيس التركي، وبالتالي نحن نذهب إلى الحسم في هذه الجولة، ولكن أنا أرجح السيناريو والذهاب إلى الجولة الثانية. نعم دكتور وسام، يعني ما رأيك بالنتائج التي صدرت بطعون المعارضة، بتصريحات المعارضة، بالثبات الذي يبدو عليه حزب العدالة والتنمية إزاء ما يحصل من تصريحات من المعارضة بأن هنالك تشويش من وسائل الإعلام واعتراضات على الأصوات التي يقول البعض أنها بلغت 3 مليون اعتراض؟ صديقي العزيز، بالنسبة لآلية الاعتراضات أمام المجلس الأعلى للانتخابات، هذه الآلية بجميع الانتخابات هو شيء صحي جدا، يعني وهذا الأمر موجود، وهناك يعني المعارضة حشدت حوالي 500,000 مراقب في هذه الانتخابات، وأيضا هناك مراقبون دوليون، وهناك أيضا لجان اقتراع ومجالس انتخابات محلية ومجالس محافظات والمجلس الأعلى للانتخابات. وهذه الطعون إذا كانت حقيقية سيتم البت فيها من قبل المجلس الأعلى للانتخابات. عمليا من الآن تبدأ الطعون أو الاعتراضات على هذه النتائج على نتائج لجان الاقتراع اللي هي الصناديق أمام المجالس المحلية أو مجالس الدوائر المحلية، ويتم البت فيها غدا الساعة 11، يعني على أبعد تقدير سيتم البت في هذه الحادي عشر الاعتراضات بشكل، ظهرا. نعم الحادي عشر الساعة 23 والساعة 50، يعني غدا نعم، سيتم إغلاق جميع الاعتراضات على بعد 24 ساعة صناديق يعني. على صناديق الاقتراع، على قرارات ومحاضر صناديق الاقتراع. نعم، بعد اليوم الذي سيليه سنذهب إلى الاعتراض على نتائج المحافظات، لأن هذه الصناديق الاقتراع هي يتم تجميعها ودمج النتائج. يتم دمج النتائج، أين يتم دمج النتائج؟ يتم دمج النتائج في الدوائر المحلية، ثم تجمع النتائج في المحافظات على مستوى المحافظات. اليوم الذي بعد غدا سيبدأ الاعتراض على نتائج الدمج بالنسبة للمحافظات، يعني مجالس المحافظات
ويوم الخميس سيتم البت بشكل كامل بهذه الاعتراضات، ويوم الجمعة سيتم إصدار النتائج النهائية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات. وهذه المدد هي مدد قانونية ولا يمكن يعني تجاوزها. تمديدها أو تجاوزها. يعني هناك تقويم انتخابي وضع من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، ويعني يقول هذا التقويم بالنسبة للمجالس الانتخابات المحلية، الدوائر المحلية، يجب عليكم البت في جميع الاعتراضات التي تردكم قبل 15 الشهر الساعة 11:59، الساعة تحدثنا هنا 59 عن الاعتراضات وآلياتها مع الأيام المقبلة. هل ممكن تحدثنا، كتبت في مقال اليوم عن الأيام اللاحقة، الآن يبدو أن نتيجة الانتخابات البرلمانية بدأت تحسم وهي لا يوجد فيها جولة إعادة. الانتخابات العامة التركية البرلمانية أو الجمعية الوطنية التركية فرز منها 82% فاصلة 7، ما زال تحالف الجمهور أو الشعب متقدم ب 50.4%، 34 للتحالف الأمة. كيف تنظر إلى هذه النتائج في حال ظل تحالف الجمهور متقدما؟ كيف يمكن للبرلمان أن يعمل منذ الغد أو منذ فترة البدء بالبرلمان الجديد؟ نعم، بالنسبة للانتخابات البرلمانية ستكون حاسمة بشكل لا يوجد خلاف على الانتخابات البرلمانية. النتائج، إذا أردنا أن نحلل هذه النتائج يعني بالنسبة لتحالف الجمهور، تحالف الحاكم حاليا، هي نتائج إيجابية جدا وجيدة ومطمئنة بشكل كبير جدا، يعني تفوق 50%، ويعني 50% يعني حصوله على أكثر تقريبا حوالي 325 مقعد من البرلمان، وهذه أغلبية كبيرة يعني داخل البرلمان. إضافة إلى ذلك أستاذي الكريم، هناك الآن ما دخل التحالفات والأحزاب التي دخلت إلى البرلمان حتى الآن هو تحالف الجمهور، تحالف الأمة، وأيضا تحالف العمل والحرية الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الهيدري. باقي التحالفات، التحالف الذي يقوده أوميد أوزداغ وسينان أوغان، لن يدخل إلى البرلمان، وبالتالي لن يكون لديه أي ممثل داخل البرلمان. تحالف القوى الاشتراكي، اتحاد القوى الاشتراكية، أيضا لن يدخل إلى البرلمان. الأحزاب، حزب دكتور وسام، البلد، نعم حزب دكتور البلد، وسام لحظة، نعم ورد خبر عاجل الآن أن أردوغان عاد إلى عتبة فوق 50، هكذا تظهر النتائج. يبدو أننا أمام سيناريو سيكون أكثر مثل ما يقولون تشويقا في هذه الانتخابات حتى الساعة. يعني يبقى بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للانتخابات أن يبقى أقل من 40 دقيقة لإعلان النتائج الرسمية الأولية. ماذا تخبرنا عن هذا الوضع؟ نعم، حسب المجلس الأعلى للانتخابات يجب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الساعة يعني الساعة 11:59 دقيقة، يعني قبل أن ندخل في اليوم الجديد يجب إعلان هذه النتائج المؤقتة، يعني يجب أن يتم الانتهاء من الفرز بشكل كامل. نعم نزول أصوات الرئيس أردوغان إلى ما تحت العتبة الدستورية للفوز في الانتخابات وصعوده مرة ثانية إذا ما تجاوز 50 زائد صوت واحد، هذا ممكن أن يشكل سيناريو أو ذريعة للمعارضة أنه سيتم الاتهام بالتزوير، سيقولون أنه أصواته نزلت تحت 50 وبعدين صار في تلاعب بالأصوات حتى تم كذا، هذا ممكن. عاد إلى 49.9 النتيجة، عاد أردوغان إلى هذه العتبة. على كل الأحوال يعني نحن أمام خيارين، يعني إما الصعود قليلا وإنهاء هذه الجولة من هون تقريبا لأقل من ساعة، يجب أن يتم إنهاء هذا الأمر، إنهاء الانتخابات بهذه الجولة، أو الذهاب إلى جولة أخرى، والجولة الأخرى سيكون لها برنامج ويكون لها مواعيد خاصة بها، ويكون أيضا سيتم تحديد من الأشخاص الذين
سيخوضون هذه الجولة، وهو واضح يعني الأشخاص الذين نعم. سيمثلون هذه الجولة هما كما كليتشداروغلو ورجب طيب أردوغان. معطيات جديدة ربما ستبرز في الجولة الثانية لمن سيحسم الانتخابات الرئاسية. أصوات سينان أوغان لمين، إلى أي شخص أو إلى أي مرشح ستذهب هذه الأصوات؟ أنا شخصيا أرجح هذه الأصوات التي حصل عليها سينان أوغان ربما الجزء الأكبر منها سيذهب إلى الرئيس أردوغان، لسبب بسيط جدا، لأنه هناك خلافات كبيرة جدا بين تحالف الجد أو تحالف أتا، وأيضا محرم إنجا، لأنه الأصوات التي حصل يعني اليوم سينان أوغان هو النتائج كانت مفاجئة جدا، يعني طبعا أبعد التقديرات كانت تعطيه 4%، اليوم تقريبا حوالي 5.3%، يعني هناك عدد كبير جدا من الأصوات. مليونين هذه ونصف من تعداد الناخبين حصل من أين أصوات مع من مليونين نعم ونصف. من أين جاءت هذه الأصوات؟ أنا أعتقد أن هذه الأصوات القسم الأكبر منها جاء هو كان الأشخاص كانوا سيصوتون لمحرم إنجا وصوتوا لصالح سينان أوغان. هذه الأصوات هل ستذهب بالجولة الثانية لكمالة الجدار أوغلو؟ آخر تصريح أدلى به محرم إنجا قال أنه لا يمكن الفوز في الانتخابات من خلال التحالف أو التعاون مع أداء تركيا، وكان يقصد بذلك يعني أنه التحالف الذي حصل ما بين حزب الشعوب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الهيدبي، وهذا مؤشر إلى أن أصوات الأشخاص الذين كانوا سيدعمون محرم إنجا لن تذهب إلى حزب الشعب الجمهوري أو إلى كمالة الجدار أوغلو. وأيضا بالنسبة لأصوات سينان أوغان، أنا أعتقد هو ربما أقرب إلى تحالف الجمهور من يعني حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، أقرب منهم إلى حزب الشعب الجمهوري، لأن هي هم يركزون على مبادئ أتاتورك ويركزون على يعني الأتاتوركية والكمالية بشكل كبير جدا، هل ممكن وهذه أن نرى تتناقض مع التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي. هل ممكن أن نرى حزب الظفر وهذا تحالف الأتى على طاولة واحدة مع تحالف الجمهور؟ لأن سنان أوغان يعني قال أنه يريد تحالف مع أحد لإعطائه الأصوات، ولكن بمقابل. بالتأكيد يعني أنا ذكرت يعني قبل قليل تحالف أتا الذي يقوده سينان أوغان و أوميت أوزدا لن يدخل إلى البرلمان، لن يحصل على مناصب برلمانية ولا أي مقعد، يعني لأنه لن يتجاوز المرحلة العتبة الانتخابية لا، لم 7%، يتجاوز إلى الآن، لم وبالتالي يتجاوز. لن يحصل على أي نائب في البرلمان. نعم. ربما سيحدث إذا ذهبنا إلى الجولة الثانية، ستحدث صفقة مع الجهة من سيكون رئيس، من سيفوز ربما يتم استقطابه ربما لمناصب يعني في الحكومة المقبلة، ربما يتم تعيينهم في وزارة معينة أو في إدارات معينة، وهم يوجهون أنصارهم للتصويت لتحالف الجمهور أو لتحالف الأمة. يعني الأمر مفتوح أمام المساومات يعني خلال الجولة الثانية، لذلك أنا ذكرت أنه الجولة الثانية ستكون لديها معطيات مختلفة عن الجولة الأولى، المعطيات قد تتغير بشكل كبير جدا. في الجولة الأولى المعارضة كانت يعني تشدد وتركز بشكل كبير جدا على حسم الانتخابات من الجولة الأولى وبسهولة، وهذا سبب اليوم سبب صدمة كبيرة جدا لناخبيهم وأنصارهم، أنه يعني حاليا يعني كمال كليتشداروغلو أوله 44.29%، يعني بعيد جدا عن نسبة ال 51% أو ال 50 زائد نعم، 1%. هل ممكن أن هذا يؤثر هذا ربما في جولة إعادة؟ هذه النتيجة هل طبعا ممكن أن طبعا تؤثر في جولة طبعا إعادة؟ يعني الأشخاص الذين كانوا يعولون يعني ربما تأثروا بشكل كبير بالبرامج والخطابات التي كانت تقودها المعارضة، وبأنه سنحسم الجولة بسهولة من المرحلة الأولى والربيع قادم وغيره وغيره. هاي الأمور كلها
الأشخاص الذين ربما انخدعوا بهذه الشعارات سيغيرون خياراتهم في الجولة الثانية، وهذا قد يؤثر على النتائج الجولة المقبلة. نعم، لو نعود دكتور وسام للحالة البرلمانية، كيف ستبدأ والجولات بالانعقاد؟ وهل متوقف هل تتوقف الجولات البرلمانية على جولة الإعادة الرئاسية؟ هل هذا مرتبط بهذا؟ لدينا السيناريو التالي على الشكل التالي. بالنسبة للجمعية أو البرلمان الجديد، البرلمان الجديد حسب القانون وحسب الدستور التركي يجب أن ينعقد في اليوم الثالث لإعلان النتائج، يعني حتى محدد بالساعة، يعني الساعة 2 لازم ينعقد البرلمان الجديد في اليوم الثالث لإعلان النتائج. التقويم الانتخابي يقول أنه إعلان النتائج النهائية سيكون 19 شهر، يعني يوم الجمعة. بعد 3 أيام في اليوم الثالث لإعلان هذه النتائج يجب أن تنعقد الجمعية الوطنية، وستنعقد هذه الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجب أن يؤدي النواب اليمين الدستورية أمام داخل البرلمان ومباشرة مهامه. بالنسبة وتبدأ طبعا الجمعية الوطنية أو البرلمان منذ لحظة أداء اليمين الدستورية تبدأ عملها بشكل رسمي. ما حصل في هذا البرلمان أنه اليوم تحالف الجمهور حافظ على الأغلبية داخل هذا البرلمان، وهذا أيضا قد يؤثر حتى على الجولة الثانية من الانتخابات، لأنه التحالف الجمهور وأردوغان سيستغل هذه النقطة. نحن حققنا الأغلبية في البرلمان وسنذهب إلى إدارة البلاد بشكل أكبر، لأنه إذا ما فاز كمال كليجدار أوغلو بالجولة الثانية والأغلبية هي لصالح تحالف الجمهور، سيحدث هناك ارتباك داخل البرلمان، لأنه دكتور لن وسام، يستطيع أن يمرر القوانين ببساطة شديدة يعني. في حال وصلنا إلى سيناريو انتخاب كليجدار أوغلو كرئيس، وفاز على كل حال سيكون النتيجة محسومة لتحالف الشعب في البرلمان، هل سيكون هنالك تعطيل أو يكون البرلمان معطلا للرئاسة والرئاسة معطلة للبرلمان في اتخاذ القرارات؟ بالتأكيد سيكون البرلمان معطل، خاصة إذا حصل على الأغلبية الكبيرة. إذا حصل على استطاع أن يجمع تحالف ما هي الجمهور، الأغلبية الكبيرة للبرلمان؟ هلا الأغلبية المطلقة هي 50+1، يعني 301 صوت أو 301 مقعد هي الأغلبية، تمام؟ نعم، ولكن هناك بعض القوانين، يعني مثلا المعارضة من أبرز الوعود التي قدمتها وكانت السبب لاجتماع هذه الأحزاب المتناقضة السبعة 6+1 هو العودة إلى النظام البرلماني. هذا الوعد الذي وعدوا جماهيرهم، هذا الوعد تبخر الآن، لا يمكن تبخر الآن. العودة، تبخر بشكل كامل، لأنهم يحتاجون إلى 360 صوت على الأقل لإقرار تعديلات وعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء الشعبي. إذا أرادوا أن يجروا هذه التعديلات داخل البرلمان فهم بحاجة إلى 400 مقعد. اليوم إذا جمعنا مقاعد تحالف الأمة مع حزب الشعوب الديمقراطي ستصل إلى 275 مقعد، يعني هم يحتاجون تقريبا إلى 85 مقعد حتى يستطيعوا أن مقره يمرروا مشروع قانون بتعديلات دستورية وعرضها على الاستفتاء الشعبي. إذا أهم الوعود التي وعدوا الناس بها وهي الذهاب إلى النظام البرلماني المعزز اليوم تبخر، وهذه نعم صدمة كبيرة جدا للأحزاب المعارضة بشكل كامل. أيضا هناك إذا ما تجاوز نقطة التعديل الدستوري والعودة إلى النظام البرلماني، للرئيس لديه حق النقض. يعني إذا البرلمان أقر قانون معين وذهب هذا القانون إلى الرئيس، للرئيس أن يعترض على هذا القانون خلال 15 يوما ويعيد هذا القانون إلى الجمعية الوطنية. ولكن إذا الجمعية الوطنية أقرت هذا القانون مرة أخرى دون أي تعديل، يعني إذا أصرت على هذا القانون ب 300+1 صوت، يجب على الرئيس إصدار هذا القانون. بمعنى نعم، يعني تحالف الجمهور
يستطيع أن يمرر قوانين حتى ولو كانت هذه القوانين لا يريدها رئيس الجمهورية، وحتى إذا نعم كان يريد أن يعطلها لن يستطيع تعطيلها لأنهم لديهم أغلبية كبيرة جدا يعني داخل البرلمان. إذا أراد الرئيس تمرير قانون معين يعني مثلا الموازنة أو غيره يحتاج إلى أغلبية كبيرة أيضا، وبالتالي هم سيعطلون إصدار هذا القانون، الموازنة الختامية للدولة أو الموازنة السنوية. إذا هم اليوم يملكون داخل البرلمان، يملكون نقاط قوة كبيرة جدا. بقي الحسم باتجاه منصب الرئاسة، إذا حصلوا على منصب الرئاسة ستكون الأمور ميسرة وستستمر البلاد على ما كانت عليه ما قبل الانتخابات. وردنا خبر عاجل الآن أن أردوغان عاد إلى اسطنبول من أنقرة بعدما كان يتابع فرز النتائج في مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة. ربما عادة ما يحتفل أردوغان بنصره في اسطنبول، لإسطنبول مكانة خاصة في أردوغان. وترد أنباء عن أنه هنالك احتمال تمديد ساعات الفرز والنتيجة الأولية، هل هذا الخيار مطروح قانونياً دكتور؟ لا يحتاج، أعتقد لا يحتاج لتمديد ساعات الفرز لأنه نحن أمام بقي لدينا حوالي 10% من صناديق الاقتراع، وعمليا أستاذ الكريم جميع الصناديق فتحت منذ الخامسة يعني كل لجنة فتحت، ولكن التأخير وين عم يصير؟ التأخير عم يصير يعني لا يمكن أن نتوقع أنه في لجنة من 7 أشخاص وستة احتياط يعني تقريبا حوالي 13 شخص لا يستطيعون أن يفرزوا صندوق ويطلعوا النتائج خلال 5 ساعات. لكن أين التأخير يحدث؟ يحدث التأخير في رفع هذه النتائج إلى المجالس الدوائر الانتخابية ثم المحافظات ثم إلى المجلس الأعلى. تمام؟ هون التأخير عمليا اليوم ربما هلأ حاليا بعض الأحزاب لديها مصادر ومصادر خاصة من خلال ما تم فرزه في الصناديق مثلا في منطقة الفاتح، نعم مع أنه هذه النتائج لم تحمل بعد على السيستم مثلا على سبيل المثال، يعني إذا صندوق من هذه الصناديق مثلا حصل عليها هو 70% ما تحدث عنه كليجدار أوغلو أنه يدعو المراقبين للتأكد من تسجيل البيانات على السيستم. سيد الكريم. بالنسبة للمراقبين يعني القانون التركي واضح، ومجلس الأعلى للانتخابات أرسل اليوم رسائل نصية إلى جميع العاملين في لجان الانتخابات بتقديم التسهيلات لممثلي الأحزاب السياسية. أصلا ممثلي الأحزاب السياسية هم موجودين في لجان الاقتراع، يعني موجود يعني كل حزب له ممثل، خاصة الأحزاب الكبيرة إلا لها ممثل داخل كل صندوق انتخابي أو كل صندوق اقتراع. وأيضا بالنسبة للمراقبين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم وكذا، وأيضا البت في الطعون بالنسبة للدوائر الانتخابية، وهناك أيضا لجان الاقتراع لديها سلطة البت في بعض القضايا الأخرى. على سبيل المثال يعني نفرض أنه في أحد الأوراق صار فيه اشتباه هذه الورقة، نعم أو صار في مثلا بهذا الصندوق صوت لدينا 200 شخص وطلعت الأوراق مثلا 205 ظروف، يعني الظروف الانتخابية في زيادة، فهون اللجنة هي تتخذ هذه القرارات، لديها السلطة اتخاذ هذه القرارات. أو مثلا لدينا 200 شخص صوتوا في هذا الصندوق والظروف تبين أنه هي فيها نقص مثلا 195، ربما الشخص يعني بالتوقيع وقع أكثر من مرة أو كذا، ربما تحصل هذه الأمور. لجان الاقتراع لديها سلطة البت في هذه الأمور. إذا نحن أمام دقائق ربما أو ربما ساعات، لا نعرف بالضبط ما سيحدث يعني خلال الدقائق القادمة، ولكن الدقائق القادمة بالتأكيد هي حاسمة إما لحسم هذه الانتخابات، وهذا ما أتوقع أنه الجميع يتمنى هذا الأمر باستثناء المعارضة ضمن هذه النتائج، أو الذهاب إلى جولة أخرى ستجري هذه الجولة في 28 من هذا الشهر، وستجري بين أردوغان وبين كليتشدار أوغلو. نعم دكتور، شكرا لك على هذه المداخلة. أنا أود التنويه إلى أن النتائج الأخيرة ما زالت، يعني نسبة الفرز 94
بالمئة رجب طيب أردوغان 49.8، كمال كليشدار أورو 44.3%، سنان أوغان 5.3. نحن أمام، لأن يصرح عمر تشيبيك، يعني صرح تصريحا غير واضح بالنسبة لنا. نشكر الجميع، الحمد لله الانتخابات مضت بخير، لم يتحدث عن جولة إعادة أو لم يتحدث عن هزيمة أحد، ربما يعني تصدر تصريحات أخرى لهم، خاصة أننا أمام فعلا الشد والجذب بين الأطراف جميعا. يتم الكلام دكتور عن أن استطلاعا غير علنيا للعدالة والتنمية قال بأن جولة إعادة ستتم، هذا الاستطلاع منذ أيام، وتوقع نسبة 48.5 لأردوغان مقابل 44 لكليتشدار أوغلو، وربما صدق هذا الاستطلاع في ما يريد. قبل أن نختم دكتور وسام، سألتك عن البرلمان بشكل عام، ماذا قانونيا ماذا يقتضي لجولة الإعادة؟ الصديق، بالنسبة للبرلمان لا توجد جولة إعادة، ولكن الإعادة هي خارج أقصد البرلمان. الإعادة للرئاسة. نعم، الإعادة للرئاسة ستكون على الشكل التالي: بعد إعلان نتائج المؤقتة بعد قليل من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، ستبدأ سيحدد طبعا هو من سيخوض هذه الجولة الثانية إذا ذهبنا إلى الجولة الثانية. ومنذ الغد 15 شهر ستبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين للجولة الثانية. الانتخابات في الخارج، سيتم إعادة انتخابات في الخارج بالتأكيد، يعني كما نعم في الداخل. يعني انتخابات في الخارج ستبدأ ما بين 20 إلى 24 الشهر الجاري في الممثليات والقنصليات والسفارات التركية في الخارج. الانتخابات داخل البلاد، الانتخابات الرئاسية طبعا، عم تحدث عن الانتخابات الرئاسية، ستجري في 28 من الشهر الجاري. الخطوات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للانتخابات هو يعني نفس السيناريو السابق، ولكن سيقتصر فقط على الإعداد الانتخابات الرئاسية. يعني سيتم طباعة أوراق جديدة تقتصر فقط على المرشحين الذين سينتقلون إلى الجولة الثانية، دكتور وسيتم نعم عمر تشيريك متحدث العدالة والتنمية يقول عندما ننظر إلى النتائج نرى أن الرئيس أردوغان في المقدمة بفارق كبير، وبالرغم من ذلك لم نعلن أي نتيجة. أيضا أضاف إلى يخاطب المعارضة أنهم يخترقون الأعذار للهزيمة، سيشعرون بالخجل عندما يتم إصدار البيانات الحقيقية من قبل الهيئة العليا. أليست هذه البيانات التي تصدر هي من الهيئة العليا؟ يعني بالتأكيد. هل يعني يمكن أن تصدر نتائج نهائية هذه الليلة؟ النتائج المؤقتة وليس النهائية، النتائج المؤقتة ستصدر، النتائج النهائية ستصدر يوم الجمعة. يعني ما الفرق بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية؟ الفرق بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية أنه هناك سيكون هناك طعون واعتراضات على بعض الصناديق، على بعض الأصوات، على بعض يعني الأوراق الانتخابية، سيتم البت في هذه الاعتراضات. وإذا صار في تغيير، يعني نفرض أنه تم قدم حزب العدالة والتنمية طعن بصندوق معين، وأنه هذا الصندوق كان فيه 200 صوت لصالح حزب العدالة، 200 مثلا 200 صوت لصالح حزب العدالة والتنمية، وتم إدخالها على 20 صوت. كم تدخلها على السيستم؟ يعني هو موقع أنه هذا الصندوق هو 200 صوت له داخله، ولكن عندما وبالمحضر مكتوب 200 صوت، ولكن عندما تم تحميله على النظام حملت 20 بدل 200، وبالتالي هو فقد 180 صوت. هنا نعم إذا المجلس سيعيد وسيراجع المحاضر الرسمية الموقعة بتوقيع حي، الموقعة بتوقيع حية من قبل
رئيس لجنة الاقتراع وأعضاء لجنة الاقتراع وأيضا ممثلي الأحزاب السياسية، لأنه كل صندوق من حقه الحصول على نسخة من المحضر موقعة بتوقيع حي من رئيس لجنة الاقتراع، يعني كل صندوق لكل حزب لديه كم صوت حصل في هذا الصندوق، وبالتالي هو سيراجع كم صوت من هذا الصندوق تم تحميله على النظام من قبل الموظفين، لأنه يعني يجب أن نترك هامش ربما هذا الموظف متعاطف مع هذه الجهة أو متعاطف مع هذا التحالف، وبدل أن يدخل رقم معين أدخل رقم آخر، وبحجة أنه ممكن سهو أو خطأ وارد، يعني مثلا 200 صوت سواها 20، لو بدل ما دخل 200 صار في مثلا 20 فضيع 180 صوت، ونحن يجوز على 200 ألف صوت صارت مثلا 20 ألف صوت، فرقم كبير جدا. هذه الطعون عندما يتم البت فيها وسيحدث تغيير يعاد إدخال هذه البيانات الجديدة، وهذا يؤدي ربما إلى تغيير في بعض النتائج، قد يكون هذا التغيير طفيف يعني لا يكون تغيير حاسم أو تغيير كبير، ولكن ممكن أن يحدث بعض التغييرات بعد البت في هذه الطعون. اليوم النهائي للبت في هذه الطعون بشكل كامل هو يوم الخميس ويوم الجمعة، المفروض أن تكتمل هذه الإجراءات ويتم إصدار النتائج النهائية بالجريدة الرسمية، ويتم إعلانها أيضا بالصحف والتلفزيون والراديو بشكل رسمي. نعم دكتور وسام، شكرا جزيلا لك على هذه مرافقتنا في هذا البث المباشر، يعطيك ألف عافية، شاكرين الله تعاونك.